العالم النهارده بيعيش فيه اكتر من 8 مليار نسمه، بيتكلموا حوالي 6900 لغه مختلفه، 230 لغه موجودين في اوروبا، واكتر بقى من 2000 لغه موجودين في اسيا، وفي افريقيا حوالي 830 لغه. وبرغم كل اللغات اللي موجوده دي الا ان مفيش غير 106 لغه رسميه بس هم اللي معترف بيهم، ما بين بقى اللغات المكتوبه واللغات المرسومه، ما بين اللغات اللي بتتكتب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، ما بين اللغات اللي بتتكتب على سطر افقي واللي بتتكتب في قوائم راسيه، ما بين اللغات السهله وما بين اللغات الصعبه. ففي الرحله النهارده هنتعرف على اصعب 5 لغات موجودين في العالم ونعرف هي ليه اللغات دي اصلا لغات صعبه. فاهلا بيك في الرحله، انا محمد سعد، يلا بينا. خامس أصعب لغة موجودة في العالم وهي اللغة الكورية. اللغة الكورية واحدة من أصعب اللغات اللي موجودة في العالم، ومش سهل خالص انك تتعلم كوري، لان ببساطة اللغة الكورية مختلفة تماما عن كل اللغات التانية. مختلفة بقى في شكل الحروف بتاعتها، في القواعد بتاعتها، في النطق، في الكتابة، في كل حاجة. فهي لغة كده مستقلة بذاتها، وما تفتكرش ان اللغة الكورية شبيهة لليابانية او شبيهة للصينية، تماما اللغات دي مختلفة عن بعض تماما. واللي بيتعلم اللغة الكورية هيحس بصعوبة شديدة جدا في تكوين الجمل في اللغة الكورية، والناس اللي بتتعلم اللغة الكورية عارفة كويس قد ايه الكوري لغة صعبة، ومش سهل جدا انك تخلص او تترجم جملة معينة او تجمع جملة معينة باللغة الكورية. فمن الاخر ما بيتعلمش اللغة الكورية غير 2، الناس اللي بتدرسها في الجامعة واخدها كأنها سبيل شغل ليهم، او الناس التانية اللي غاوية الكيبوب وباند بي تي اس والمسلسلات الكورية والجو ده. ولكن اللغة الكورية بتتطلب ممارسة شديدة جدا وانخراط كبير جدا بالمجتمع وبالثقافة الكورية. نخش بقى على اللغة اللي بعدها. رابع أصعب لغة في العالم وهي اللغة الهنجرية. طبعا هتقول لي ايه الهنجرية دي؟ انا برضو زيك كنت مستغرب الاسم الهنجرية دي. الهنجرية دي هي لغة اهل المجر. المجر دي دولة موجودة في اوروبا. لغة اهل المجر هي اللغة الهنجرية، واحدة من أصعب اللغات اللي موجودة في العالم، لأنها بتختلف تماما عن اللغة الإنجليزية. قواعد فيها قواعد معقدة جدا، فيها 26 قاعدة بس الموضوع فيها مش بالسهولة خالص اللي انت متخيلها. وعشان بتستخدم التعابير والإضافات اللي بتبقى موجودة على الأفعال والحروف علشان تكون الجمل فيها، معظم التعابير والإضافات دي بتكون متاخدة من الثقافة نفسها، الثقافة المجرية. فانت علشان تقدر تكون جملة في اللغة دي أو تتعلم اللغة دي لازم تكون بقى إيه زي ما بنقول كده واد ابن بلد، واد مجري أصيل منخرط بالثقافة، وتعرف تضيف الإيه الإضافات بتاعتهم علشان تقدر تكون الجمل بتاعتها. فعشان كده اللغة الهنجرية أو لغة أهل المجر هي واحدة من أصعب اللغات اللي موجودة في العالم. ونخش بقى على ثالث أصعب لغة في العالم وهي اللغة اليابانية. اللغة اليابانية لغة معقدة جدا، ومن كتر صعوبتها وتعقيدها هي جواها 3 لغات. يعني اللغة اليابانية دي جواها 3 أقسام أو 3 لغات تانية موجودة جواها. أول حاجة هي لغة الهيريغانا، وتاني حاجة هي الكاتك. الكاتك ال... يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، أنا أصيل لبخة في الكلام، أصيل لبخة. الكاتاكانا، وتالت حاجة وهي لغة الكانجي. وكل بقى واحدة من اللغات دي ليها حروف خاصة بيها وقواعد خاصة بيها مختلفة عن التانية. يعني في الاخر اللغة اليابانية دي جواها 3 لغات تانيين، وكل لغة فيهم تعتبر لغة منفصلة. واللي بيزيد الموضوع صعوبة وتعقيد اكتر ان لكل اللغات اللي احنا نعرفها عامة بتتكتب على شكل افقي، يعني بتتكتب على السطر كده. اللغة اليابانية بقى الوضع فيها مختلف، ممكن تتكتب افقي وممكن تتكتب رأسي، ولكن بتستخدم اكتر في الكتابة الرأسية، يعني بتتكتب زي عمود كده، حرف فوق والحرف اللي بعده تحت، او كلمة والكلمة اللي بعدها تحت وهكذا. وبتستخدم الطريقة دي في الكتابة اكتر في الصحف، في اعمدة الجرايد بيكتبوا القوائم الرأسية، وفي الكتب والمجلات وغيرها. كمان اللغة اليابانية ما فيهاش صيغة الجمع، في طرق تانية فيها علشان تقدر تتكلم عن حاجة جمع. يعني من الاخر اللغة اليابانية لغة معقدة جدا ومش سهلة على اي حد يتعلمها. وبما اننا بنتكلم عن اليابان، فكلنا كان عندنا اعتقاد شائع قديم بيقولك ان اليابانيين كلهم شبه بعض بسبب القنبلة النووية اللي اترمت عليهم وخلتهم كلهم يبقوا شبه بعض. ولكن يؤسفني ان اقولك ان الاجابة دي اجابة غلط تمام، اكيد في سبب تاني مخلي اليابانيين كلهم شبه بعض. ولو عاوز تعرف ليه الموضوع ده كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده، الفيديو هيظهر لك هنا او هنا، وهسيبه لك في وصف الفيديو وفي شاشه النهايه، وهسيبه لك في كل مكان. المهم انك تتفرج عليه علشان تقدر تعرف السبب الحقيقي للموضوع ده ايه، وسر تشابه اليابانيين ده كان ايه.
نخش بقى على تاني أصعب لغة في العالم، وهي لغتنا اللغة العربية، أم اللغات وأسمى اللغات وملكة اللغات الشعرية. وطبعا مش عايزين نتكلم على اللغة العربية كتير لأن كلنا عارفينها ومش محتاجين إن احنا نتعرف عليها، ولكن مراجعة سريعة كده بس على بعض الحاجات اللي مخلية اللغة العربية لغة صعبة. مبدئيا أول حاجة موجودة في اللغة العربية قد تكون مش موجودة في أي لغة تانية، وهي التشكيل. التشكيل اللي موجود على الحروف اللي موجودة في اللغة العربية، مجرد بس ان كلمة واحدة من عدد حروف معين انك تحط عليها تشكيل كفيل ان هو يغير معنى الكلمة تماما لحاجة تانية خالص. وكمان ممكن من نفس عدد الحروف سواء من حرف او حرفين مع اختلاف التشكيل بينهم انك تقدر تبني جملة كاملة ليها معنى مستقل بذاتها بدون استخدام عدد تاني من الكلمات، وده كان سر من ضمن اسرار بلاغة الشعراء في العصور القديمة. كمان المختلف في اللغة العربية ان شكل الحرف نفسه في الكتابة بيختلف من مكان للتاني، يعني الحرف في اول الكلمه شكله بيبقى غير ان هو في نص الكلمه، شكله مختلف عن انه بيبقى موجود في اخر الكلمه. الكلام ده ما بتلاقوش موجود في لغات تانية، يعني مثلا الانجليزي لو انت مثلا بتكتب حرف الاي، حرف الاي لو جه في اول الجمله هو اي، لو جه في نص الجمله بيتكتب زي ما هو، في الاخر بيتكتب زي ما هو. في اللغه العربيه الوضع مختلف. لو انت مثلا عندك حرف زي حرف العين، حرف العين ده عشان تبتدي فيه في اول الكلمه بيبقى ليه شكل، ولو جه في نص الكلمه ليه شكل، لو جه في اخر الكلمه بيبقى ليه شكل تاني خالص. واللي كمان مزود من صعوبه اللغه العربيه ان كل اللغات اللي موجوده في العالم بتتكتب من الشمال لليمين، او حتى بتتكتب راسيه زي ما قلنا زي اللغه اليابانيه، ولكن اللغه العربيه هي اللغه الوحيده اللي بتتكتب من اليمين للشمال بعكس كل اللغات اللي موجوده في العالم. وانا بصراحه شايف ان اكتر حاجه مصعبه اللغه العربيه هي تعدد اللهجات اللي موجود. يعني انت مثلا اللغه العربيه الفصحى، مين دلوقتي من الدول العربيه بيتكلم لغه عربيه فصحى؟ ممكن تكون بعض الدول زي السعوديه وكده بيتكلموا قريب شويه من اللغه العربيه الفصحى. يعني مثلا اللغه العربيه اللي موجوده بيتكلمها الوطن العربي، بص كده على اللهجه المصريه هتلاقيها مختلفه تماما عن اللهجه السعوديه، مختلفه عن اللهجه الاردنيه، مختلفه عن اللهجه العراقيه، مختلفه عن اللهجه الليبيه، وكل دوله بتتكلم لهجه غير التانية. فانا بتخيل والله لو واحد اجنبي جه مصر وحب ان هو يقعد في مصر كده وعجب الموضوع وقال لك لا انا هتعلم اللغه العربيه، راجل يعيني بحسن نيه كده فتح اليوتيوب وجاب تعلم العربيه من الصفر في 3 دقايق، وبعدين فضل يتفرج على الفيديو، فهو في دماغه هاو ار يو، هاو ار يو دي اقولها ازاي بالعربي، فالراجل بيقول له كيف حالك. ولما جه حب يتعلم كلمه وات دو يو وانت، يعني ماذا تريد، عايز يتعلم كلمه وات دو يو وانت، فقال له ده ماذا تريد. يجي ينزل الشارع عندنا هنا يجي يقول لواحد ماذا تريد، يقول له يا عم انت في ايه، بيلاقي ماذا تريد دي يعني عايز ايه او انجز، يلاقي كيف حالك يعني ازيك عامل ايه. انا بكره الساعه 2 في النقاش، ولو ما جتش الساعه 2:05 انا همسح انا عامل عن موبايل. كلام مختلف تماما عن اللغه اللي هو اتعلمها، فبيعاني صعوبه جدا في تعلم اللغه العربيه. فمش سهل على اي حد ان هو يتعلم اللغه العربيه غير لو اختلط وعاش وسط الشعوب العربيه، خاصه وسط اللهجة المصرية، لأنه بيلاقي تعبيرات كثيرة جدا بتبقى موجودة، قشطة وياسطة وفل ومسا عليك والكلام اللطيف ده. الكلام ده طبعا ملوش أي علاقة بالإيه، باللغة العربية الفصحى. وأخيرا بقى أصعب لغة موجودة في العالم، وهي لغة المندرين. المندرين اللي هي اللغة الصينية، تعتبر لغة المندرين أو اللغة الصينية هي أصعب لغة موجودة في العالم، ومش سهل خالص على أي حد إن هو يتعلم اللغة دي. لغة المندرين هي إحدى اللغات النغمية، لغات اللي هي ما بتعتمدش على نطق الحروف على قد ما بتعتمد على النغمات أو الأصوات، اللي هي بقى النغمات الصوتية أو إي يا، الحاجات اللي هي إيه اللغة الصينية، يعني زي ما أنت بتسمع الصينيين بيقول أكيد أنت فاهم، واللي هي يعني بتعتمد على تغير النغمات في طبقات الصوت. والموضوع مش بالسهولة خالص اللي أنت متخيلها، مجرد تغير بسيط في نغمة الصوت وانت بتتكلم لغة المندرين او اللغة الصينية كفيل ان هو يغير معنى الكلمة من حاجة لحاجة تانية خالص، زي ما حصل بالظبط مع محمد هنيدي في فول الصين العظيم لما ليه كانت واخداه عشان يتعرف على مامتها. ما ايه ده، في ايه شتيمة؟ قولها ما شتيمة، ما انت اللي قلتي لي ما. ما. ما دي تختلف ما سبحان الله. هو ده بالظبط اللي بيحصل، فمجرد بس تغير بسيط في نغمة الصوت كفيل ان هو يغير معنى الكلمة تماما. فعشان كده تعتبر لغة المندرين واحدة من أصعب اللغات. كمان هي من اللغات اللي بتترسم، يعني الحروف بتاعتها مش حرف بيكتب وخلاص، ده انت الحروف بتاعتها بتبقى حاجات زي أشكال، حاجة كده شبيهة للهيروغليفية كده يعني بس على أحدث.
تعلم اللغات زي لغة المندرين واللغة اليابانية واللغة الكورية ممكن بالنسبة لنا احنا كعرب او بالنسبة للشعوب بتاعة اوروبا او اللاتين او الشعوب اللي بتتكلم اللغة اللاتينية، يعني الموضوع بالنسبة لنا بيبقى اصعب بكتير من شعوب اسيا، لان الطريقة نفسها في النطق وطريقة الكتابة والقواعد مختلفة تماما. فسهل شوية على واحد مثلا بيتكلم انجليزي ان هو يتعلم لغة تانية زي الفرنسية او الاسبانية او الايطالية، كلها بتبقى لغات الى حد ما متشابهة في الحروف مع بعض الاختلافات في القواعد والنطق، فالموضوع بيبقى سهل. انما الموضوع بيزداد صعوبة ويبقى صعب جدا لما تجيب واحد بيتكلم لغة لاتينية او لغة من اللغات اللي احنا قلناها دي وتروح تعلمه صيني او ياباني، كلام مختلف تماما وطريقة نطق مختلفة تماما وقواعد واشكال والدنيا مختلفة خالص. لكن الموضوع بيبقى سهل شوية بالنسبة للناس بتوع اسيا، يعني لو جبت حد من ماليزيا ولا من اندونيسيا بيتكلم لغة الملاي مثلا وجبته خليته يتعلم لغة صينية او لغة يابانية او كورية او حاجة من اللغات دي، هتلاقي الموضوع بالنسبة له بيبقى سهل شوية، لانه اولا هو قريب من الشعوب دي وبيتعامل معاهم بشكل ما، فاللغة مترددة على اذانه كتير يعني بيسمعها كتير، وفي نفس الوقت برضه هي قريبة من نطق اللغة بتاعته اللي هو بيتكلم بيها. وعايز اقول لك برغم ان المندرين او اللغة الصينية اصعب لغة في العالم لان بيتكلمها مليار انسان من 8 مليار اللي موجودين على الكوكب. وفي النهاية لازم اقولك ان تعلم اللغات واحدة من المهارات اللي لازم تكون عندك. دلوقتي الانجليزي ما بقاش هو يعتبر لغة تانية زي ما كان الاول، دلوقتي انت خلاص بقى اوريدي انت لازم يكون معاك انجليزي وتدور بقى على لغة تانية تاخدها مع الانجليزي، سواء بقى اللغة التانية دي كانت ايطالي فرنساوي اسباني برتغالي اي لغة تانية من اللغات دي تقدر انها تفيدك بشكل ما. مجرد انك تتعلم اي لغة تانية هيفتح لك دماغك لحاجات كتير جدا، هيعرفك على ثقافات وشعوب وناس عايشة في عالم تاني انت ما كنتش تعرف عنهم حاجة، هيغير لك في طريقة تفكيرك وطريقة نظرتك للاشياء، هيعرفك على اصدقاء جديدة وهتكسب معرفة ناس جديدة، كمان هيفتح لك باب رزق الشغل سواء كنت هتشتغل باللغة دي في الترجمة او تقدم حتى محتوى تعلم الناس اللغة دي في التدريس مثلا او اي حاجة تانية من مجالات الشغل المتاحة للناس اللي بتتعلم اللغات دي. ففي النهاية يا صديقي حاول انك تتعلم اي لغة تانية من اللغات اللي موجودة دلوقتي. انا عن نفسي واحد من عشاق تعلم اللغات، بحب تعلم اللغات جدا وبحب اللغات لانها زي ما قلت لك بتفتح دماغ الواحد وتخليه يتعرف على ناس تانية ويشوف ثقافات تانية ويعرف حاجات هو ما كانش واخد باله منها. كلنا طبعا اتعلمنا اللغة الانجليزية ويمكن بعد كده طورنا من نفسنا شوية فيها، اتعلمت بعدها اللغة الايطالية ومدمن اللغة الايطالية وبحب اللغة الايطالية جدا. بعد كده جربت ان انا اتعلم الماني بس خدت فيه مستوى كده A1 وبعد كده حسيت ان الموضوع ايه مش لطيف او مش جاي سكة معايا زي ما بنقول، فاتجهت دلوقتي وحاليا انا بتعلم اللغة الاسبانية. فانت كمان يا صديقي لازم تتعلم اي لغة تانية جديدة غير اللغة الانجليزية، ولو كنت محتاج اي مصادر سواء كتب او فيديوهات قنوات على اليوتيوب او قصص او افلام او اي حاجة لاي لغة اكتب لي تحت في الكومنتات او تواصل معايا وانا هبعت لك كل المصادر وهظبطك وراوق عليك، المهم بس انك تبدأ يا صديقي. وخليك دايما فاكر المقولة اللي بتقول من تعلم لغة قوم امن مكرهم. وبس كده يا صديقي، اتمنى تكون استفدت من فيديو النهاردة معلومة بسيطة قد كده. متنساش تعمل لايك وفولو وتشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجديدة، وعندك اي رأي او كومنت سيبه لي تحت في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في رحلة جديدة. سلام.